حضرت. النجم اللي خاف انزل قدامه في الموسم توم كروز طبعا. طبعا اترعب يعني. بالمناسبة فيلم وعامل عامل نجاح عندنا. عامل نجاح لمين بيقولوا فيلم نجاح عظيم. لا ما خافش. لا عدى شد اجزاء توم كروز. لا يا راجل. لا في مصر هنا لا في امريكا طبعا ما. عايز اسال عن اوعى تكتب توم كروز الناس يقولوا عليك مجنون والنبى. حضرت اقوى موقع في